وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن قد أحيينا هذه الذكرى بقدر ما نستطيع، كل بما يستطيع أن يقدمه للإمام الحسين، ونحن جميعا نقول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يجمعنا إن شاء الله في 20 من صفر لكي نؤدي للإمام الحسين سلام الله عليه حقه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.